هو كما شاهدتوا فاحنا اضطرينا اننا نتخذ هذا القرار ديال الاضراب بعد ما راسلنا السيد رئيس الحكومه في موضوع الزيادات المهوله اللي كيعرفها القطاع ديال المحروقات، وكنعرفوا بان هاد الماده ديال المحروقات هي تعتبر بعصب الاشتغال ديال الشاحنات او بصفه عامه القطاع ديال النقل الطرقي بصفات عامه، الا اننا الى حد اتخاذ قرار الاضراب لم نتوصل باي جديد فيما يخص المساله ديال الارتفاع المهول في المحروقات. وبناء عليه اجتمعنا اليوم كما كان مقررا الاسبوع الفائت باش نتاخذوا ونشوفوا اشنو المستجد، وبما ان ما كان حتى شي مستجد فاحنا خدينا القرار ديال الاضراب، ونبقى منفتحين على اي مساله في هذا الباب بما يخص ان يكون شي تدخل جدي ومسؤول في هذا الباب. موضوع الاضراب هو الزياده ديال الثمن ديال المحروقات، وكما قلنا فالمادة ديال المحروقات هي مادة اللي هي حيوية وضرورية بالنسبة للاشتغال ديال القطاع ككل. حنا كنناشد السيد رئيس الحكومة باش يتخذ ما يراه مناسبا من أجل الاستجابة لهذا المطلب، وهو تخفيض ثمن المحروقات والتسقيف ديالها. هذا هو الهدف ديالنا باش المهنيين ما يصطدموش بهذا الارتفاع المهول اللي جعل الاغلبيه ديالهم يفكرون في اعلان الافلاس ديالهم اليوم قبل الغد.